علشان تحمي أسرتك من أنفلونزا الطيور لازم تبعد الأطفال تماما عن أي طيور. ولو بتتعامل مباشرة مع الطيور لازم تغطي بقك ومناخيرك كده، وتلبس في ايدك جوانتي او كيس بلاستيك، وجزمتك تغطيها بكيس بلاستيك عشان لما ترجع البيت ما يكونش فيها اي مخلفات او براز لطيور مصابه. ولما تسيب المكان اللي فيه الطيور اقلع الكيس اللي على جزمتك والكيس اللي في ايدك والماسك. ومتنساش لازم تغسل ايدك كويس جدا بالميه والصابون. مهم جدا انك لو لقيت طيور مصابه او ميته تتصل ب 105، ولو في حد من اسرتك بيتعامل مع طيور وجات له اعراض انفلونزا بحراره برضه تتصل ب 105 وتوديه لأقرب طبيب أو وحدة صحية. صحتك ثروتك.